إذن قد أتيت سوباسا. أجل، طلب منك الاستعداد بدنيا لبطولة فرنسا الدولية، ولكني وكما أرى شخصيتك تأبى الانتظار أكثر. أجل، ما تقوله صحيح، ومتحمس للمشاركة. لن أستطيع الجلوس كمشجع. أجل أنت كعادتك يا صديق الكرة. أوشكنا على الوصول، بنفس السرعة سنصل مع بداية الشوط الثاني. إذن سأسجل على جينزو باستخدام تسديدة الصقر. بالإضافة إلى وجودك أنت، أظن أن المنتخب ينقصه شخص آخر، إنه تارو ميساكي. تارو ميساكي؟ من دون الثنائي الذهبي فإن منتخب اليابان لن يكون بالقوة الكافية. أجل، ماذا بك؟ لا شيء، تذكرت أنها آخر مباراة نقاتل بها معا في الفريق. أجل، سنكون خصمين. أجل، البايرن سيلعب ضد هامبورغ، وبعدها اليابان أمام ألمانيا. حسنا وكابياشي، سأرد جميلك وأحرز هدفك. وكابياشي، ارمي للكرة، سأؤكد هزيمتكم بهذا الهدف. يا للمفاجأة، شنايدر يسدد من أمام مرمى فريقه. لا، وهدف هامبورغ يحرز الثاني، وكاشيمازو تسمر مجددا. لا مستحيل، تسديدة شنايدر النارية تسهل المرمى. أكره الاعتراف، كنت أحاول الإمساك بالتسديدات، ولكن هذه التسديدة أقوى بكثير من تسديدة النمر الساحق. ولكن لن أدعهم يسجلون أهدافا أخرى. هيوغا، كابتن هيوغا، سنفوز حتما يا رجال، لا يمكننا الخسارة أمام هؤلاء المتغطرسين. أجل، لم نقطع كل تلك المسافة حتى نخسر. يجب علينا أن نرد لهم الصاع صاعين. أجل يا رفاق، النصر لنا. عليكم أن تتقدوا بالحماسة، هذه هي الروح التي وددت أن تحظوا بها. هذا ما تعلمته في أول يوم لي هنا. ما هذا؟ هذا المغمور لن ينجح هنا، فلتحزم أمتعتك ولتعد إلى اليابان. يبدو أنكم تعبتم من التسديد. أتفتقر أوروبا إلى المواهب لهذا الحد؟ أيها الوغد، إليك. ابتعدوا. شنايدر، صد هذا. كما طلبت. وهكذا التقيت بشنايدر. لم تنتهي هجماتنا بعد. إليك، لن أدعك تصدر. التقطها وقام بركلة خلفية، صدت هوائية. هذا رائع، أحسنت عملا وكاشيمازو. لا بأس بك، ظننت سنحرز أهدافا أكثر. صحيح كما قال واكا باياشي إنهم أقوياء، كيف سنهزم من فريقنا آسيويا بهذا المستوى؟ إنهم يستهزئون بنا ونحن في منتصف المباراة. ظنوا أنها استراحة لمجرد فارق هدفين. كيف تجرؤون على الاستهزاء بنا؟ لن أدع الأمر ينتهي هكذا. انتهى الشوط الأول، منتخب اليابان للناشئين متأخرا بهدفين نظيفين. إيزاوا، سوريماتشي، سانو، حان وقت اللعب. حسناً، استجمعوا قواكم يا شباب المنتخب الياباني. النتيجة أصبحت تعتمد على أول هدف يتم تسجيله في هذا الشوط. إذا فعلناها سنبدو من التعادل، هدف واحد فقط، وسنبقي على آمالنا في الفوز. حسناً، ها نحن ذا، إنه دورك تسوباسا.